نشرة أخبار السادسة من قناة كافانكاتر تي في. البداية مع العناوين: مصرع فتاة وإصابة أخرى بعد دهسها من طرف سيارة لنقل العمال بطنجة. استقالة وزير الاقتصاد اليوناني ساعات بعد استقالة زوجته بسبب تعويضات السكن. والاتحاد المغربي يعاقب الرجاء بعد أحداث مراكش. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. وقع مجلس النواب المغربي والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي أمس الاثنين مذكرة تفاهم لإعطاء الانطلاقة لبرنامج المساعدين المتدربين. وتهدف مذكرة التفاهم هاته التي تم توقيعها بحضور رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي ومدير مكتب المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي بالمغرب إلى وضع الشروط والأحكام التي ستشارك بموجبها المؤسسات الجامعية المغربية في برنامج المساعدين المتدربين خلال الولاية التشريعية 10/2016/2021. وأوضح البلاغ أن المعهد سيعمل مع شركائه من الجامعات والمؤسسات على تأهيل المساعدين المتدربين وعلى تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية تركز على مجموعة من المواضيع المرتبطة بالتشريع والمرافعة، بالإضافة إلى برنامج توجيهي خاص لتعريف المشاركين بمجال ومسؤوليات عملهم والقواعد السلوكية المتوقعة منهم. وأضاف أن هذه التدريبات الأولية ترتكز على بناء مجموعة من المهارات الأساسية للمشاركين، بما في ذلك المبادئ الأساسية للبحث الناجح وإدارة قواعد البيانات وأدوات القيام بالبحوث التشريعية. كما ستتم إضافة تدريبات متقدمة في وقت لاحق للمشاركين في مجال التواصل بين المواطنين والبرلمانيين. وفضلاً عن الواجبات الإدارية، سيوفر المتدربون للنواب دعماً في مجموعة واسعة من مجالات البحث المتعلقة بالتشريع والبحوث والعلاقات العامة. وفي خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة علمية في إطار المنتدى الدولي للواحات بزاغورة إلى النهوض بالاستثمار العمومي في المناطق الواحية وتحقيق الالتقائية في المشاريع المدرجة بها بهدف تعزيز دورها كرافعة للتنمية المحلية. وسلط المشاركون في جلسة علمية حول موضوع التدبير الترابي للمجال الواحي الضوء على الاختلالات الهامة الحاصلة على المستوى العمراني بالنظر للتغيرات السوسيولوجية والبيئية والاجتماعية التي طرأت على هذا الفضاء الصحراوي. وتوقفت بعض المداخلات عند صعوبة الحديث على مجال ترابي في المناطق الواحية بالنظر إلى غياب مشاريع مهيكلة ومنسجمة مع خصوصيات المجال، مشيرة إلى التحديات التي تقف عائقاً أمام تحقيق التنمية بالواحات وعلى رأسها التصحر وندرة المياه. وأشار مدير برنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات السيد بوعزة بركة إلى قيمة القصور والعمارة كمركز للثقافة المحلية وعلامة مميزة للواحات، مبرزا دورها في خلق دينامية تنموية محلية. في إطار محاربة الاتجار الدولي في المخدرات بميناء طنجة المتوسط، تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط مساء أمس الاثنين في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف المدعو سينيا البالغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار الدولي في المخدرات. المعني بالأمر تم توقيفه بعد إخضاع الشاحنة التي كان يتولى سياقتها في اتجاه إسبانيا لتفتيش دقيق عبر جهاز سكانر أسفر عن ضبط وحجز 32 كيلوغراما من مخدر الشيرة وجدت مخبأة بعناية داخل الهيكل الخاص بالمقطورة. الموقوف تم وضعه من طرف المصلحة المذكورة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. محليا دائما، لقيت فتاة مصرعها مساء أمس الاثنين بعد دهسها من طرف سيارة لنقل العمال على مستوى شارع الجيش الملكي بطنجة. وقد تعرضت الضحية لإصابة خطيرة بعد أن صدمتها سيارة لنقل مستخدمين تسير بشكل جنوني عندما كانت تهم بعبور الطريق رفقة زميلتها. ولفظت المعنية بالأمر أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، فيما لا تزال رفيقتها تتماثل للعلاج بالمستشفى المذكور.
هذا وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف سائق السيارة وفتحت تحقيقاً في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث. أوضحت المصالح الأمنية بطنجة أنه عكس ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية حول مقتل زوجة عميد شرطة في حادثة سير وإصابة صديقتها وتنويراً للأساتذة الصحفيين، فحقيقة الواقعة تتعلق بوفاة فتاة من مواليد سنة 2000 في حادث سير وإصابة زوجة ضابط شرطة بجروح خطيرة على مستوى الرأس، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس حيث لا زالت تتلقى العلاجات الطبية الضرورية بقسم الإنعاش. دولياً، قدم ديمتريس بابا ديمتريو وزير الاقتصاد اليوناني استقالته اليوم الثلاثاء بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الحكومة بعد ساعات من إقالة زوجته من منصبها وزيرة دولة مكلفة بالعمل بعدما تبين أنها تتلقى تعويضات سكن من 1000 يورو شهرياً بغير حق. وقال مكتب رئيس الوزراء إن بابا ديمتريو قدم استقالته ليلة الاثنين لأسباب سياسية وأعلن صباح اليوم عن قبولها. وتثير هاتان الاستقالتان تكهنات بقرب إجراء تعديل وزاري في الحكومة اليونانية، خصوصا وسط تقارير أعلامية بإمكانية تغيير وزير الهجرة يانس موزالاس بسبب مشاكل صحية يعاني منها. وتأتي استقالة بابا ديمتريو بعد نشر صحيفة يوم الاثنين لخبر حصول زوجته الوزيرة المنتدبة على تعويضات سكن قانونية من 1000 أورو شهريا بلغ مجموعها لغاية الآن 23,000 أورو. وتعتبر تلك التعويضات قانونية نظريا، لكن حكومة سيريزيا كانت أجرت تعديلا لدى وصولها للسلطة تقر بمنح تلك التعويضات للبرلمانيين والسياسيين القادمين من مناطق نائية وليس لهم موارد مالية كافية حسب ما هو مسجل في تصريحاتهم الضريبية السنوية. والحال أن الوزيرة القادمة وزوجها من الولايات المتحدة ميسورا الحال وفق تصريحاتهم الضريبية اتفق وصولهما 2,000,000 أورو. وفي الخبر الرياضي، قررت اللجنة التأديبية والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم وإجراء مباراتين بدون جمهور في حق رجاء البيضاوي على خلفية أحداث الشغب التي عرفها الملعب الكبير لمدينة مراكش الأحد الماضي برسم منافسات الدورة 18 للبطولة الوطنية الاحترافية والتي جمعت بين الكوكب المراكشي والفريق الأخضر. وقالت اللجنة في بلاغ أصدرته اليوم إنه بناء على التقارير الواردة في الموضوع وبعد توصلها بتقريري حكم ومندوب اللقاء، اجتمعت يومه الاثنين 26 فبراير اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتطبيقا لمقتضيات المادة 105 من مدونة التأديب قررت معاقبة نادي الرجاء البيضاوي بإجراء مباراتين بدون جمهور وإصلاح الأضرار التي تسبب فيها جمهور بالملعب الكبير لمراكش بعد إجراء خبرة لتقييم الخسائر وغرامة مالية نافذة قدرها 50,000 درهم. وعرفت المباراة قيام مجموعة من مشجعي فريق الرجاء البيضاوي بأعمال شغب في المدرجات تمثلت في إلحاق خسائر مادية بمنشآت الملعب الكبير لمدينة مراكش ورشق أفراد القوات العمومية بالكراسي. رياضيا دائما، قال أسطورة ألعاب القوى الجامايكية المعتزل أوسين بولت اليوم الثلاثاء إن إعلانه التوقيع مع نادي كرة القدم لا يعدو كونه مشاركة في مباراة خيرية لصالح منظمة اليونيسف على ملعب أولد ترافورد التابع لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكان بولت الذي لم يخفي منذ أعوام عشقه لكرة القدم قد أثار ترقبا واسعا منذ ليلة الأحد الاثنين في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوله لقد وقعت مع فريق لكرة القدم وإنه سيكشف هويته صباح الثلاثاء. وأتى هذا الكشف عبر شريط فيديو قصير نشره بولت عبر حسابه على موقع تويتر ترويجا لمباراة خيرية لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ستقام في أولد ترافورد في 10 يونيو المقبل. نهاية النشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كاف24.tv. شكرا على حسن المتابعة.